السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعمل ايه لو ظهرت عليك اعراض غريبة وبعد ما بحثت ودورت عن اسبابها عرفت انها اعراض لمرض السكر، زي انك تحس دايما انك جعان وشهيتك مفتوحة للاكل طول اليوم، ومهما بتاكل ما بتشبعش، وعلى الرغم من كميات الاكل الكبيرة اللي بتاكلها وزنك بينزل بسرعة وبشكل ملحوظ، ممكن تنزل في اسبوع واحد بس مش اقل من 10 كيلو، او تلاحظ انك بدأت تدخل الحمام علشان تتبول بمعدل اكتر من المعدل الطبيعي، وبتتبول في كل مرة كميات كبيرة من البول، وبدأت تحس بالعطش دايما وعندك جفاف في الفم، أو بدأت تحس بتنميل وخدلان وحرقان في كف الإيد أو في الأطراف زي صوابع الإيدين والقدمين، أو بتحس دايما إنك مرهق وعصبي وبتتعب من أقل مجهود، أو بدأت تحس بدوخة وزغللة وضبابية في الرؤية. في الحالة دي سواء ظهرت عليك كل الأعراض أو ظهر عليك عرض واحد بس، فالتشخيص الصحيح من البداية هو نص العلاج. لكن في ناس لما بتظهر عليها الأعراض دي بتقلق إنها تروح تكشف أو تتابع مع دكتور، وبتبدأ تقيس السكر العشوائي والسكر الصايم والفاطر، وبتبدأ تسأل هل أنا إنسان طبيعي ولا مريض سكر. دي أول غلطة بيقع فيها كتير من مرضى السكر، لأن التحاليل دي بنعتمد عليها بس للمتابعة مع مريض السكر علشان نتابع مستويات السكر في الدم بشكل يومي، غير إن التحاليل دي من الطبيعي إن نتائجها تكون مرتفعة مع التوتر والقلق. وعلشان تتشخص صح من البداية لازم تتابع مع طبيب متخصص أو تعمل حاجتين مهمين جدا. أولا تحليل السكر التراكمي أو الهيموجلوبين السكري أو مخزون السكر زي ما بيطلق عليه في بعض الدول العربية. بنقدر نعرف عن طريق التحليل ده متوسط مستويات السكر في الدم في آخر 3 شهور. لو نتيجة تحليل السكر التراكمي طلعت أقل من 5.7 فده معناه إنك شخص طبيعي وسليم. لكن لو عندك أعراض واضحة من اللي اتكلمنا عنها في بداية الفيديو ففي الحالة دي بنعيد التحليل المرة التانية علشان نتأكد، لكن بنعيده في مكان تاني وفي وقت تاني. لو طلعت النتيجة في المرة التانية طبيعية ففي الحالة دي بندور على الأسباب التانية اللي ممكن تكون سببت الأعراض اللي ظهرت عليك، زي مثلا لو بتحس بالجوع ووزنك بينزل بسرعة فممكن ده يكون بسبب نشاط الغدة الدرقية، أو لو بتحس بتنميل في الأطراف فده ممكن يكون بسبب نقص فيتامين د أو بسبب نقص المغنيسيوم، أو لو عندك ضبابية وزغللة في الرؤية فبنبدأ نعمل فحص النظر. أما لو نتيجة تحليل السكر التراكمي طلعت أكتر من 5.7 وأقل من 6.4 فده معناه إنك أنت في مرحلة ما قبل السكري، ودي مرحلة بتكون الشخص فيها مستويات السكر عنده أعلى من الطبيعي لكن ما وصلتش لمرحلة إن هو يتشخص كمريض سكر. أما لو نتيجة تحليل السكر التراكمي طلعت أكتر من 6.4 فده يعتبر تشخيص واضح لمرض السكر، وفي الحالة دي برضو بنحتاج إن احنا نعيد التحليل المرة التانية علشان نتأكد من نتيجة التحليل، ويفضل إن هو يكون في وقت مختلف عن نتيجة التحليل الأولاني وفي مكان تاني. وهنا تيجي الخطوة التانية والمهمة جدا واللي انصحك انك تبدأها بالمتابعة مع طبيب متخصص، لان هو اللي هيقدر يوجهك بطريقة صحيحة علشان تعرف نوع السكر اللي عندك، هل هو سكر من النوع الاول ولا سكر من النوع التاني. في الغالب لو سنك اقل من 20 سنة وبتعاني من النحافة فغالبا هيكون عندك سكر من النوع الاول، ولو سنك اكتر من 35 سنة فغالبا هيكون السكر اللي عندك سكر من النوع التاني. لكن عشان نتأكد بنعمل تحليل السيبوبتايد اللي بنعرف بيه كفاءة البنكرياس، هل البنكرياس بيفرز الانسولين ولا لا. ومتنساش كمان تطمن ان مفيش اي مضاعفات حصلت بسبب ارتفاع مستويات السكر في الدم، عن طريق انك تقيس وظائف الكلى ووظائف الكبد وتطمن على الكوليسترول وتعمل فحص القاع العين. دمتم دايما في حفظ الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.